كانت ليلة هادئة من ليالي النجف. جهاز الأمن الوطني بدأوا بمداهمة أحد المنازل بكل هدوء لاعتقال أحد تجار المخدرات لحظة استلامه لشحنة كبيرة من مادة الكريستال. تحولت العملية إلى مواجهات أصيب من خلالها عدد من عناصر القوة المنفذة للعملية، لكنهم تمكنوا من اعتقال أفراد العصابة ومصادرة الكميات التي كانت بحوزتهم. اليوم الأرقام تتحدث عن عدد موقوفين كبير جدا وعدد محكومين وكميات مصادرة، وتم تشكيل لجنة عليا أيضا في المحافظة لموضوع المخدرات وملاحقة تجار المخدرات. هاي كل هاي الإجراءات الغاية منها هو الضغط والذهاب باتجاه تضييق الخناق على تجار المخدرات، لأن هذه الآفة لو انتشرت أو انتقلت إلى المجتمع ستكون نتائج وخيمة وقاسية جدا. بدأت المخدرات تنتشر بصورة كبيرة في النجف خلال هذه السنة، وحطمت أرقاما قياسية مستهدفة شريحة الرجال والنساء. دخول الحشيشة ودخول الكريستال ودخول الأفيون، كل هذه المواد اللي تدخل هي دون سيطرة ودون رقابة. الدول اللي تظهر من عندها الدول المجاورة للعراق اللي تدخل من عندها المخدرات بأنواعها. يلزمهم الجهات المختصة اكو من يغير الأمور ويغير مجريات التحقيق، وتطلع تشوف بأنه التاجر هو يبقى والضحية هو المواطن. المختصون في محاربة المخدرات شددوا على تشريع قوانين أكثر شدة بحق المتاجرين بالمؤثرات العقلية كونها تسببت بارتفاع مستوى الجريمة. تجديد العقوبات وإرجاع عقوبة الإعدام لأنه تعتبر وسيلة رادعة. تجارة مخدرات إذا ما تسبقها عقوبة رادعة راح تكون عامل مشجع للتفشي. التطور في نشاط تجارة المخدرات وتحويلها إلى مافيا تستخدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة دعا وزارة الداخلية لتحويل هذا الملف إلى وكالة الاستخبارات واستخدام قوة ردع عالية التجهيز والتنفيذ. من النجف، أسامة جبوري، روداو.